لم يسلم رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته التي ألقاها يوم السبت من ردود فعل قاسية سياسية وشعبية. دياب الذي قال أنه خارج النادي السياسي الذي أغرق البلد بالديون الهائلة وتسببت بالعجز، علقت على كلامه مصادر تيار المستقبل بالقول أن كلامه يدور في التخبط ورمي الاتهامات في اتجاه الآخرين. ورأت المصادر أن دياب الذي وصفته بالمسكين يتوجه إلى اللبنانيين بخطاب يكتبه مستشارو السوء والمحيطين به من زمن الوصاية، وأضافت: إذا كان الكلام موجه للرئيس الحريري فهذا يعني أن رئيس الحكومة يعيش في كوكب آخر، ربما في مارس، وهو لا يريد أن يرى الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي إلا في عيون من يكره الحريري أصلا. وتختم المصادر بالقول: حرام أن تصل الأمور في لبنان إلى هذا الدرك السياسي. دياب الذي قال أن حكومته أصبحت تحظى بنسبة عالية من ثقة المواطنين، وهو ما أزعج المراهنين على فشلها، جوبها برد بعض المجموعات الناشطة التي رفضت هذا الكلام، معتبرة أن دياب ليس إلا شريكا لأهل السلطة، وهذا ما لا يعكس جوهر انتفاضة 17 تشرين. الرئيس دياب مبارح كان عم بيوجه رسالة أولا وأخيرا لشركائه بهذه السلطة وشركائه بالحكومة تحديدا، يلي اليوم يبدو أنه هذا الاتفاق بيناتهم عم يفرض. هذا الأمر لا يعني المنتفضين ولا يعني انتفاضة 17 تشرين، لأنه هو تجاذبات سياسية بين أطراف هي ماسكة الحكم، ولم نرى منها تجربة جديدة ولا نموذج جديد عما كان يحصل من 92 حتى اليوم بعد التعيينات حسب المحاصصة الطائفية والمناطقية وما خص بالكفاءة، بعد التعيينات عم بيصير فيها لعب على القانون ولعب على كل الأعراف القانونية والدستورية، بعدنا عم نشوف تدابير احتيالية على القانون حتى نجيب تعيينات حسب المحاصصات. إذن هذا الموضوع لا يعني انتفاضة 17 تشرين، هذا تجاذب بين أطراف السلطة. أما كلام الشعر والكلام المجداني اللي كنا عم نسمعه عن محاربة الفساد وعن التعيينات حسب الكفاءة، فكل هذا الكلام نحن ما شفناه تقرش بمحل بعده، ما شفنا ولا موظف ورا القضبان بعد، ما شفنا ولا دولار رجع على خزينة الدولة بعد، ما شفنا قدرة على السيطرة على سعر الدولار بعد، ما شفنا أي خطة اقتصادية أو نقدية ممكن أن يكتب لها النجاح. ولأن هذه الحكومة هي استمرار المنظومة التي تحكم من التسعينات حتى اليوم، الانتفاضة مستمرة لبناء دولة مدنية قادرة على التعبير عن مصلحة هذا الشعب على اعتباره ركنا من أركان الدولة وليس رعاية في طوائف، يقول فياض عبر الأو تي في.